مواجهات، لكن كان في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا موسم 2009-2010 وانتهى بفوز سالزبورغ ذهابا وايابا بنتيجه 2-1. طبعا اتكلمنا كده على كل الاحصائيات الخاصه بالمواجهات الفرق كلها في اليوروبا ليج او في طبعا الشامبيونز ليج، لكن اكيد بعد ما خلصنا الاحصائيات لازم يكون واحد يعني موجود معنا، واحد من اهم محللين كره القدم العالميه في الوطن العربي الكابتن هيثم فاروق. برحب بحضرتك على الشاشه قناه النادي الاهلي كابتن هيثم. السلام عليكم عمر، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. كابتن هيثم اكيد طبعا حضرتك عارف عندنا اسبوع مهم جدا في مباريات دوري الابطال، استعرضنا على يعني امام الساده المشاهدين اهم الاحصائيات، لكن راي حضرتك الفني في يعني دور الثمانيه بشكل عام. بالنسبه للتشامبيونز ليج ولا اوروبا ليج؟ التشامبيونز ليج كابتن هيثم. والله يا عمر يعني انا شايف ان المباريات قويه جدا، يعني الفرق اصبحت عن نهائيات مبكره. إذا كنا بنتكلم عن أفضل مباريات، فبالتالي هيكون لقاء اليوفي مع ريال مدريد. لأن ده نسخة مكررة من النهائي اللي تعب السنة اللي فاتت في كارديز اللي فاز بيه ريال مدريد بنتيجة 4-1. ولكن أنا شايف إن في مهمة صعبة جدا أمام الفريقين. يعني كل الجماهير وعشاق كرة القدم فرحانين بهذه المباراة، المباراة دي تحديدا لأن هيتفرجوا على كرة قدم حقيقية. فيها متعة وفيها تاكتيك وفيها مجهود بدني وفيها كل شيء. ولكن جماهير نادين مش مبسوطة، يعني جماهير خايفة من ريال مدريد، بالعكس صحيح. ونفس الشيء بالنسبة لأليجري بالنسبة لزيدان. أنا في وجهة نظري لو كانوا خيروا زيدان كان ممكن اختار أي فرقة جديدة. ونفس الشيء بالنسبة لماكسيميليانو أليجري. ولكن هي ظروف القرعة كما نعلم. يوفي من أكثر الفرق اللي وصلت نهائيات اختلفت. تخيل يوفي عنده الأقدم كتابهم زي ما احنا عارفين مع بلاتيني في 85 والجيل بتاع جنابي على حساب اياكس 86 بدرجات الترجيح في الاولمبي. ولكن حتى السبع ده رقم كبير جدا، يعني تخيل لو اليوفي وفق ان هو يفوز بهذه النهائيات هيبقى ثاني اكثر فريق في الشامبيونز ليج لعب ريال مدريد، هيتعدى هيتخطى كمان ميسي. ولكن حظه عاطل جدا انه خسر نهائيات عديده منها نهائيين في اخر 3 سنوات. مظبوط مظبوط. برشلونه في الاستاد الاولمبي في برلين وخسر امام ريال مدريد في الفاينل. ولكن سمعنا ان يخسر في الفاينل ان هو ممكن ريال مدريد يتخطاها في خلال الفاينل. ليه؟ لان اليوفي من الفرق اللي بتعرف تلعب كويس على مدريد. ودي نقطه مهمه جدا. في فرق في المباريات النهائيه مالهاش حل زي برشلونه زي ريال مدريد. ريال مدريد لو وصل الفاينل في اخر واحد بغض النظر عن مظبوط صح نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه، انما على مباراتين على 180 دقيقه الموضوع صعب جدا، فرقه اليوفي تقدر تلعب بشكل جيد جدا. علشان كده انا اتوقع تكون منافسه قويه والاحتمالات متساويه يعني تكبر 50% 50%. اذا شفنا كمان الانتقاد اللي عملها اليوفي في السيريا انا خسر اخر مباراه وسمح نابولي ان هو يقلل فارق النقاط ولكن اليوفي ماشي بشكل جيد جدا وخصوصا مباراه العوده في استاد ويسلي امام توتنهام لما صعد للسنين 2-2 وبعدين كان خسران الشوط الاول 1-0 وكان بالظبط كده بالسيناريو ماتش الاهلي والسراجي في الشامبيونز ليج. مظبوط مظبوط. الاهلي كان متعادل 2-2 في درب العرب وبعد كده راح هناك الشوط الاول خسر 1-0 يعني نفس المباراه، وبعد كده عمل انتفاضه وعملها اليوفي بقياده ايجوايين بقياده انتفاضه. مش معنى كده ان اليوفي فقط اللي يكون لعيبه دول، لا ده في اندريكيس، ده في الكساندري، ده في كمان سامي خطيره، ده في خط دفاع قوي جدا مهدي عطيه، في ايضا باسل ساينر، في دوغلاس كوستا، في ديبالا، في بيانيتش، في حارس المرمى الكبير بوفون. عشان كده انا اتوقع ان زيدان هيعمل حسابات مؤثره لهذه المباراه. والدليل يا كابتن هيثم، الدليل يا كابتن على كلام حضرتك ان ريال مدريد ما قدرش يفوز في ملعب يوفنتوس من عام 62. يوفنتوس فاز في سانتياغو برنابيو اخر مره كانت 2008 2009، وبالتالي زي ما حضرتك بتقول مباراه هتبقى صعبه جدا على شوطين او على 180 دقيقه، فكلام حضرتك مظبوط. برافو عليك. وريال مدريد هو اكثر فريق فاز بالبطوله وحامل اللقب طبعا. مظبوط. اربع مواسم اخذ 3 القاب، ولكن الموسم اللي خسره كان قدام اليوفي. مظبوط. لما اليوفي اخرج ريال مدريد وخسر في الفاينل امام برشلونه. عشان كده انا شايف ان البطوله الوحيده اللي امام زيدان هذا الموسم لانقاذ الموسم بعد ما خسر الكاس وبعد ما الفارق اصبح كبير جدا بينه وبين برشلونه،
وهو امله في بطوله الشامبيونز ليج. عشان كده المباراه هتكون قويه جدا وهتكون مباراه ممتعه لان فيها كل مقومات وفنون كره القدم. ولو قالوا عليها نهايه مبكر يبقى اكيد محدش كذب لما اطلق عليها هذا اللقب. نروح بقى كابتن لبرشلونه وروما ونتكلم على طبعا على الورق برشلونه اكيد اقوى، لكن دي فرانشيسكو مع امكانيات لعبته اللي هو بيؤمن بيها قدر يوصل لدور الثمانيه وممكن يبقى يعني يعمل مشكله لبرشلونه شويه. شايف حضرتك برضو اللقاء من وجهه نظر حضرتك الفنيه؟ بالظبط، يعني على الورق برشلونه هيعدي، ولكن الامر يتوقف على ظروف وحاله اللعيبه يوم هذه المباراه وقدره اللاعبين على تنفيذ افكار كل مدير فني. فرانشيسكو عامل مباريات قويه جدا في الفتره الاخيره. لو روما لعب بنفس الشكل اللي لعب بيه امام نابولي في سان باولو، المباراه اللي كسبها 4-2، هيسبب احراج كبير جدا لبرشلونه، ولكن يبقى برشلونه هو برشلونه. برشلونه ميسي، برشلونه سواريز، برشلونه ديمبلي، برشلونه راكيتيتش، برشلونه بوسكيت، اعتقد فريق قوي جدا ونسبه فوز برشلونه هتكون كبيره جدا. ولكن روما ما عندوش حاجه يخسرها لان الضغوط كلها هتكون على فريق برشلونه، لان الطبيعي ان برشلونه يكسب ويعدي. عشان كده روما قدامه فرصه انه يلعب جيم كبير، يلعب مباراه مفتوحه ويحاول ان هو يظهر امكانياته، خصوصا ان الكيرز او النسق بتاع الفريق ابتدى يصعد في الفتره الاخيره. طبعا يا كابتن مباراه اشبيليه وبايرن ميونخ كالعاده، يعني اشبيليه ماشي بشكل كويس، خرج فريق كبير زي مان يونايتد والناس كلها مستهونه بفريق اشبيليه. بايرن ميونخ اكيد فريق قوي جدا مع يوب هاينكس، بيقدم اكيد موسم رائع ومتفوق في بطوله الدوري وقدر يحسمها. هل شايف يا كابتن ان اشبيليه يقدر ان هو يتخطى فريق بايرن ولا يبقى بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ؟ يعني انا شايف ان يبقى بايرن ميونخ هو بايرن ميونخ، لان احنا عارفين ان المان ما بيعرفوش يهزروا. مستحيل ليس المانيا. يوب هاينكس الحقيقه قدر يسيطر على غرفه الملابس، ودي كانت نقطه ضعف كارل انشيلوتي قبل ما يسيب الفريق البافاري. عنده خط هجوم ناري حدث ولا حرج، سواء على الاطراف نتكلم في اريا روبن او فرانك بري او كومان او الخط الهجوم توماس مير وديفان دوفسكي. نفس الشيء بالنسبه لعيبه خط الوسط، اقوى خط وسط من وجهه نظري في اوروبا. تماسك اللي حصل في خط الدفاع بوجود ماتس هوميز وبواتينج والابا مع كيميتش، الموهبه القادمه بسرعه الصاروخ في عالم كره القدم هي بعد ما اعتزل فيليب لام. كنت اجد منتخب المانيا وبايرن ميونخ مش هيلاقي حد يعوض هذا اللاعب، ولكن كيميتش الحقيقه بيبدي بلاء حسنا. ايضا مستوى سفيان اورايخ بعد اصابه مانو نوير تدي طمانينه لفريق بايرن ميونخ ان هو يقدر يتخطى عقبه الفريق الاندلسي اشبيليه. وان كان برضه مونتيلا عامل فريق جيد، وكنت يعني قليل مونتيلا ان هو بيقعد وسام بن يزر على مقاعد بدلاء نتيجه لخلاف شخصي. انا عم بيلعب موريل بسابق معرفته بيه في الدوري الايطالي، ولكن وسام بن يزر لما نزل في ماتش ترافورد وسجل هدفين واضاع هدف اعتقد يستحق انه يلعب كلاعب اساسي، لان له الفضل الاول والاخير في صعود اشبيليه على حساب مانشستر يونايتد، ودي في حد ذاتها تعتبر مفاجاه كبيره جدا. دي هتخلي يوب هاينز يراجع حساباته ويعمل الف حساب لفريق اشبيليه الفريق الاندلسي في مباراه الشامبيونز. ليفربول ومانشستر سيتي يا كابتن ايسام التاريخ بيلاعب طبعا فريق بيب جوارديولا اللي كل نجوم وكل اموال، حضرتك عارف اكيد الانفاق اللي بيقوم به فريق مانشستر سيتي، لكن يبقى ليفربول الفريق المفضل لدى الجمهور المصري. هل شايف ان فريق ليفربول ان شاء الله قادر على انه يتخطى مان سيتي في الشامبيونز ليج، ولا بيب جوارديولا بالخبره اللي موجوده عنده يقدر يتخطى فريق ليفربول؟ مباراه مهمه جدا، مباراه هايله، كانت فرقتين قويه جدا، مجموعه اللاعبين الموجوده في الفرقتين بتقول لنا المباراه دي هتكون مباراه ناريه. انا كده كده مدينه ليفربول وهي مدينه مانشستر مفيش بينهم مسافه كبيره جدا، طبعا الصراع الكروي بين المدينتين وبين الفريقين. ليفربول هو اكثر فريق انجليزي فاز بالشامبيونز ليج وله تقاليد وله ارث كبير في هذه البطوله. كلنا عارفين قوه مانشستر سيتي وان هو مسيطر على البريمير ليج، ولكن مش شرط ان انت تكون مسيطر على البريمير ليج ان انت تسيطر على الشامبيونز ليج. ده السؤال يا كابتن ايسام، انا كنت عايز اقول لحضرتك ليه دايما يا كابتن الفرق الانجليزيه في الدوري بتبقى متفوقه ومتالقه وفي يعني منافسه، في الشامبيونز ليج من فتره بعيده جدا شفنا فريق في نصف النهائي، يعني الشامبيونز ليج الحالي اول مره من فتره كبيره نلاقي فريق انجليزي موجود في دور الاربعه، عشان كده ولا كده اي فريق منهم هيفوز هيبقى موجود. سؤال جميل جدا يا عمر، واجابته تتمثل في ان
لبنان الجمهوريه في انجلترا غير اي بلد ثانيه في العالم. تمام. انجلترا فيها 38 بطوله، انجلترا فيها ثلاث بطولات، فيها كاس الرابطه وفيها الاف اي كاب. انجلترا الدوري الوحيد اللي بيلعب في اعياد راس السنه. كل الدوريات الثانيه بتاخد اجازه على الاقل اسبوعين، فاللعيبه بتشعر بنوع من الراحه، عشان كده اللاعب اللي بيلعب في البريمير ليج بيستهلك، بيلعب ما يزيد عن 60 65 مباراه، لو ضفت اليهم كمان المباريات الدوليه مع منتخب بلاده، فبيبقى اللاعب مستهلك تماما، فما بيقدرش اللاعب اللي بيلعب في الدوري يجي ينافس على البطوله الاوروبيه. هديك مثال سريع جدا. تمام يا كابتن، اتفضل. اريكسن المدرب السويدي لما كان ماسك منتخب انجلترا. تمام. قال لهم احنا عشان نرتفع بمستوى منتخب انجلترا لازم اللعيبه تاخد وينتر بريك، لازم تاخد اجازه في اعياد راس السنه والكريسماس. مظبوط، هم كابتن بالفعل يا كابتن اخذوا قرار بدايه من الموسم المقبل ممكن ياخذوا. بالظبط. عشان ده السؤال اللي انت سالت فيه، عشان كده بقول لك برافو عليك. وقت اريكسن قالوا لا انسى انسى، احنا لا يهمنا المنتخب ولا يهمنا بطوله اوروبا ولا يهمنا اي حاجه، احنا يهمنا نستمتع بالمباريات في عيد راس السنه وفي الكريسماس، وده هدف الانجليز لان هم اللي اخترعوا كره القدم. طبعا يا كابتن طبعا. فاللاعب بيستهلك. المانيا مثلا، المانيا اصلا 18 فريق وبياخدوا شهر اجازه، فاللاعب بيقدر يريح ينافس على بطولات اوروبا. اسبانيا نفس الشيء، وان كان اسبانيا عندها بطولتين فقط، بطوله الدوري وبطوله الكاس. تمام. انجلترا بتلعب دوري، بتلعب كاس، بتلعب كاس رابطه، في ماتشات بتنتهي تعادل في كاس بتتعاد. مظبوط صح. بيستمتع بيستمتع، عشان كده الانديه الانجليزيه غير قادره على المنافسه على البطولات الاوروبيه. اي نعم من فتره كان مانشستر يونايتد وتشيلسي بياخدها، ولكن في تعتبر استثناءات. ولكن انا شايف الحقيقه ان لابد لانجلترا واللاعب السويدي تحديدا في الفتره الصراحه ده كان افضل قرار اخذوه من السنوات السابقه. طيب قبل يا كابتن ما نروح لليوروبا ليج، مين يا كابتن توقعك انه يفوز بالشامبيونز ليج؟ سؤال صعب بس عايز بس اجابه، يا تقول لي فريق فريقين. طيب انت عارف ان انا مدريدي. ماشي يعني كل الاحترام يا كابتن. امنيه وتوقع. ريال مدريد وبايرن ميونخ. طيب يعني حضرتك بتقول النهائي ما بين يا اما يكون بايرن ميونخ او ريال مدريد. شرط في قرعه لسه جايه في فاينل ما يقابلوش بعض يعني. ما انا هقول لحضرتك اهو، يا اما النهائي يكون بين الفريقين يا اما واحد منهم يكون طرف في النهائي، مظبوط كده؟ بالظبط كده. طيب واتمنى ريال مدريد طبعا. طيب يا كابتن نروح لليوروبا ليج مع حضرتك والبطوله اللي ما مش بتقل اهميه ولا قوه في الموسم الحالي عن الشامبيونز ليج، ومعانا اربع مباريات اكيد مهمين جدا واقوياء. مباراه لايبزيج ومارسيليا ونبدا بيها، وراي حضرتك الفني في المباراه، ايضا التاريخ بيقابل طبعا طموحات فريق لايبزيج. اكيد. يعني حقيقه عمر انا ثمانية. كابتن محرك اتفضل. دعني ارفع قبعه لفريق لايبزيج الالماني، لان فريق اكيد طبعا في الدرجه الثانيه في البوندس ليجا تراي، صعب ولعب اول موسم السنه اللي فاتت في البوندس ليجا وانهى في مركز الوسيط، مش كده وبس، ده لعب السنه دي تشامبيونز ليج زي ما احنا عارفين في المركز الثالث طبعا في مجموعته، عشان كده حول لاوروبا دي. يعني تحيه الى هذا الفريق، تحيه للمدير الفني المنساوي هازن هاطل، لان عمل مجموعه كويسه من اللاعبين، سواء افيسون سواء تيمي فيرنر لاعب منتخب المانيا، سواء ناول بيسالتا، سواء بروما البرتغالي، لعيبه مميزه جدا وقدرت انها تصل الى هذا الدور، ولكن قدامه مواجهه صعبه جدا، اولمبيك مارسيليا ده الفريق الفرنسي الوحيد اللي فاز بالتشامبيونز ليج عن 3 سنين، وعادي امتيازه مره ثانيه نوعا ما على مستوى اوروبا، على مستوى الدوري في الثمانيات المسيطر تماما على البطوله الفرنسيه، لكن رودي جارسيا المدير الفني السابق لفريق روما مع الاستثمارات والاموال اللي ضخت في فريق الجنوب الفرنسي، اعتقد المباراه هتكون مميزه، ويرجح كاس الفريق المصري في هذه المباراه، عارفين فريق مصري من السنه المحددة هنا كعرب، لان مدينة مارسيليا معظمها جاية طبعًا. طبعا مارسيليا لعب هناك بيتو لعب دروبا، فانا شايف ان فرقة فريق مارسيليا كبيرة في تخطي فريق لايبزيج، وخصوصا ان مثل هذه المباريات تحتاج الى خبرة المعيد الكبرى والتي لا تتوفر في فريق لايبزيج. ده كده كابتن طبعا مارسيليا حضرتك عارف ان هو خسر مرتين الفاينل في 98 و2004، فنتمنى ان شاء الله ان هو يقدر ان هو يتفوق على العقدة اللي موجودة ويبقى موجود زي ما حضرتك ما بتقول. طبعا المباراة الثانية مباراة الارسنال وسيسكا موسكو، حضرتك عارف ان ارسنال عنده مشكلة في روسيا ما بيكسبش ابدا، فارسنال وسيسكا موسكو، هل حضرتك شايف ان ارسنال فينجر يقدر ان هو يعمل بقى حاجة لجمهور ارسنال قبل ما الناس يجي لها شلل كده وتقول عايزة ان هي تغيره؟ برضه بطولة انقاذ الموسم بالنسبة لارسنال فينجر وفريق الجامرز، لان احنا عارفين انه خسر كاس الرابطة امام مان سيتي، موقف صعب جدا في الدوري، ولكن دعني اثمن موقف الاتحاد الاوروبي ان هو
هذا القرار طبعا قرار من عدة سنوات وطبق من سنتين ان الفريق اللي يفوز باوروبا ليج يتاهل مباشره من جروب ستيج. طبعا مظبوط. وده ادى للبطوله قيمه بالاضافه الى رفع قيمه الجوائز اللي استفاد. عشان كده انا شايف ألسن هيقاتل في كل ما اوتي من قوه في هذه المباراه. انا عم شفت موسم الفرق اللي قد كده فازت بالبطولات ولكن شايف فريق ارسنال هي الارجح ونتمنى طبعا التوفيق لفريق المقاطعيه لوجود لاعب مصري. كنت لسه هسال حضرتك على محمد النني يا كابتن، شايف محمد النني في ارسنال لحد الوقت الحالي ايه راي حضرتك فيه؟ بدون اي مبالغه تمام ممتاز ممتاز. انا بحيي حضرتك يا كابتن هيثم، يعني بصراحه بحيي حضرتك كمان. محمد النني يا كابتن الناس متحامله عليه قوي جدا جدا. اولا هو يعني مش واخد حظ من الشهره والنجوميه نتيجه تالق صلاح، ودي حاجه مش مشكله يعني، لكن لازم الناس اصلا اي حد يا جماعه يلعب في الاصل. فاحنا اللي يلعب في الاصل انت عايز مجهود فظيع وعايز كفاح وعايز قتال. محمد النني اكثر لعيب مصري في تاريخ مصر، في تاريخ مصر حقق بطولات في عالم الاحتراف، بطولات خارجيه، لانه يعني فاز بالدوري السويسري وفاز بالاف اي كاب وفاز بالكوميونتي تشيلد مع اصلا. مفيش لاعب مصري خارج مصر احترف حقق بطولات مثل محمد النني. ده لاعب هيذكره التاريخ بعد ما اعتزل كره القدم، نتمنى ان شاء الله ان يوفق في هذه بطوله اوروبا دي. طبعا يعني اتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونه طبعا على الورق يعني مباراه قويه جدا. اتلتيكو مدريد عنده خبره في البطوله فاز بيها طبعا مرتين، لكن سبورتنج لشبونه اكيد فريق كبير وعريق. يعني شايف حضرتك مين الفريق الارجح اللي ممكن يتخطى الثاني؟ يعني في مباريات كتير قلت لك ايكوال والنتيجه مش مضمونه. دي المباراه دي على ضمانتي بقول لك اتلتيكو مدريد يعني من الاخر يا كابتن. ها مع دييجو بابلو سيموني الحقيقه فريق كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هو يودع بطوله الشامبيونز ليج. اي نعم الفرق كبر بينه وبين برشلونه دلوقتي في الليجا تقريبا 11 نقطه، ولكن لما يكون عندك خط هجوم مجون من ديجو كوستا وكيفن كاميرو وانطوان جريزمان وفرناندو توريس غير مجموعه لعيبه خط الوسط، عارفين الفريق ده عنده فايتنج سبيريت مش موجود عند اي حد في العالم. طبعا طبعا. فانا برشح اتلتيكو مدريد ليس فقط لشؤون المباراه النهائيه ولكن للصعود للنصف التتويج. يمكن جابي كابتن الفريق حامل كاس اوروبا ليج، يعني اتمنى طبعا الارسنال ولكن اتلتيكو مدريد مرشح فوق العاده. اخيرا يا كابتن، لاتسيو وريد بول سالزبورج، وقدر ان فريق طبعا ريد بول سالزبورج يتفوق على لاتسيو في تاريخ المواجهات لما قابله في موسم 2009 2010 وفاز في اللقاءين بنتيجه 2-1. هل حضرتك شايف لاتسيو هيثأر في اللقاء ده وجاهز بعد تألقه في الدوري الايطالي، ولا سالزبورج ممكن يستغل العقده اللي موجوده ما بينه وما بين فريق لاتسيو؟ الحقيقه توماني انزاجي مدرب لاتسيو عامل فريق مميز جدا، عنده هداف الدوري الايطالي تشيرو اينوبلي، عنده ايضا مجموعه من اللاعبين لوكاسيفا البرازيلي، عنده ناني، عنده اعتقد مجموعه يقدر ينافس بيها على لقب الاوروبا ليج. وشفنا الكومباك اللي عمله في الدور اللي فات بعد ما خسر امام بخار بيت بيدر ان هو في الحماسيه في الاتلتيكو، ولكن برضه فريق ريد سالزبورج مستوي رغم ان الكره في النمسا متطوره قوي او مواكبه الكره الاوروبيه. شفنا النمسا لم تصل نهائي كاس العالم، ولكن عمل مفاجاه في الدوري اللي فات ان هو ازاح طريق بروسيا دورتموند الالماني. طبعا عشان كده المباراه تعتبر قويه، في طموحات كبيره عند فريق مستوي، ولكن برضه ارشح فريق العاصمه الاسبانيه فريق لاتسيو بصعود هدف. يعني كابتن هيثم اخيرا قبل ما انهي مع حضرتك سؤال خاص، يعني طبعا حضرتك شايف او حضرتك كنت لاعب سابق في فريق فاينورد الهولندي، غياب الانديه الهولنديه عن بطولات اوروبا، طبعا حضرتك شاركت اكيد في بطولات اوروبا، لكن عايز اعرف فين الانديه الهولنديه من المشاركه في البطولات الاوروبيه سواء في الشامبيونز ليج او في اليوروبا ليج. اولا عمر انا شاركت في بطوله الاتحاد الاوروبي سنه 96 مع فريق فاينورد، لعبنا فريق التوفيق ولعبنا اسبانيول ولعبنا فريق تناريف اللي هو دلوقتي في الدرجه الثانيه، وكان بيدرب وقتها يوب هانس المدير الفني الالماني الحالي فريق بايرن ميونخ، بعدها راح بلباو وبعدها راح كمان ريال مدريد وخد معاهم الشامبيونز ليج على حساب جيزي 98. ولكن بالعوده لسؤالك، الحقيقه في هولندا في حزن شديد جدا لان منتخب هولندا فشل ان هو يصل لامم اوروبا 2016. طبعا هولندا فشل يصير كاس العالم، هولندا اللي وصل مباراه نهائيه في كاس العالم ثلاث مرات كان ممكن تفوز بيهم، ولكن الحقيقه في تراجع كبير في اداء الكره الهولنديه لاسباب عديده. اولا عدم وجود المدرب الهولندي الكف في الوقت الحالي. زمان كنت تلاقي في كاس العالم 2006 ثلاث مدربين في هولندا ماسكين ثلاث مستويات، زي خوش هيزن ماسك استراليا، زي نيرد حركه ماسك ترينداد وتوباجو، زي
باركو فان باستن نفس منتخب هولندا، وكان في بيت افريقات، وكان في طبعا يوهان كرويف، وكان في خوليت، وكان في اسماء كثيره رنانه. لكن الوقت الحالي انا اقول الموضوع يوجد هو رونالد كومان هو الاصلح لقياده منتخب هولندا. نفس الشيء بالنسبه للاعب الهولندي، هولندا عمرها ما كان عندها اهتمام بالناشئين والشباب، اي نعم على مستوى التدريبات وعلى مستوى الاكاديميات في امتياز هناك، ولكن على مستوى المنتخبات عمرك ما سمعت منتخب هولندا تحت 16 سنه خد بطوله اوروبا او خد كاس العالم. نفس الشيء بالنسبه لمنتخب السداد او منتخب الهولندي. الاهم حاجه بعد كده ان المرتبات والتنفير والتعلق الدفع في اللاعبين في الدوريات الاخرى خلت معظم اللاعبين سواء هولنديين او غير هولنديين يهاجروا من هولندا ويلعبوا في الدوريات الاخرى، سواء دوريات انجليزيه او المانيه او ايطاليه او اسبانيه. عشان كده الدوري الهولندي فقط طريقه، فقط طريقه بقى يا كابتن هيثم بقى محطه دايما، اي حد عايز يروح اوروبا يخش عن طريق هولندا او بلجيكا. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. ناهيك طبعا عن ان الادوار اللي بتدفع في الدوريات الاخرى والرواتب بتخلي اللعيبه تهاجر، لان الدوري الهولندي الامر اللي يخلي مستوى الدوري الهولندي غير قوي، غير قوي. فالانديه اصبحت غير قادره على المنافسه. الطفره الوحيده كانت السنه فاتت لما اياكس وصل مباراه نهائيه امام مانشستر يونايتد في الاوروبا دي، الطفره اللي جاب مانشستر يونايتد قدر يفوز بسهوله. ولكن انا اتمنى في الفتره الجايه وعندي ثقه كبيره جدا في الفريق الفني الهولندي الحالي رونالد كومان، لان انا عرفت هذا الراجل واعرف هو بيفكر ازاي، ان الكره الهولنديه تستعيد امتيازها على يد هذا الراجل. يعني كابتن هيثم اكيد طبعا متعتنا وبكل المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا وتحليلك الفني الرائع. يعني احنا اكيد هنكمل ونشوف بقى مع بعض هل بايرن ميونخ او ريال مدريد واحد منهم اللي يقدر يفوز بالبطوله ولا لا زي ما حضرتك توقعت. ويعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في وورلد سوكر على قناه